سيارات سيارات اللي عم نشوفها اكيد كل هالاسبوع مع سبيشال اوفرز. اليوم عنا سياره كثير حلوه اللي هي سيارات EXEO. مثل ما تعودنا سيارات دائما بيحطوا their emotions بالسيارات تبعهم والتكنولوجي الالمانيه مع اكيد الاسم الاسباني اللي صار له اكثر من 61 سنه بالسوق، فبيعرفوا صاروا يعملوا سيارات بطريقه حتى يخلوا الانسان يكون عم بيسوق بطريقه كثير حلوه. هون عم نشوف في السياره اللي هي EXEO، مثل ما قلت لكم سيدان مش معودين نشوف كثير سيدان، معرفين اكثر بالسيارات اللي هن سيتي كارز لسيات، بس عم نشوف هون سيدان مطوله كثير حلوه شكلها رائع، موديل 2011 زيرو مايلج، عليها اوفر كثير حلو هلا بخبركم اكثر عنها. بس اللي عم نشوفه هون مع 17 انش مودينا الجنوطه تبعها، شكلها كمان من الخلف مثل ما قلت لكم مطوله اكثر، اتس سيتي كار، اتس لكجوريوس كار، رح فوت لجوا اكثر، مع موتور 2.0 تي اس اي بيولد قوه 200 حصان، بارك اسيست، دول اكزوست، واكيد صندوق كبير بيساعد كثير قصص. فهدول كله المزايا اللي خارجية اللي عم نشوفها، مع كمان رايت لايت اند رين سنسور يلي اكيد هدول كل الاوبشنز الخارجيه بخلوا السياره اكيد يكون فيها مزايا غير عن سيارات غيرها. اي بي اس اي اس بي سيستم هن انظمه الفريناج وكمان التراكشن كنترول اللي بخلوا السياره ثابته على الارض، بما انه قلت لكم انه فيها 2.0 توربو تشارج انجن، يعني عم نحكي عن قوه دفع كثير مهمه، 200 حصان 280 نيوتن متر بالتورك، فاكيد سياره فيها تروح وين ما بدكم بالسرعه اللي بدكم اياها، وبنفس الوقت كمان مريحه كثير الكابن بقلبها والسويقه والهاندلنج تبعها. هلا بعد شوي رح افوت اكيد داخل السياره، هون عم شوف هيك مزايا صغيره كمان مثل الاشاره يلي على الجنب بتخلي كل الاشخاص يشوفوا وين ما كان. من 0 ل 100 7.3 ثواني وسرعه قصوى 235 كيلومتر بالساعه، ومالتي ترونيك 7 سبيد جير بوكس، هيدا اكيد الاوتوماتيك شيفتنج تبعها، مالتي ترونيك هو تكنولوجي مور ادفانس من التبترونيك وغيرها. رح نشوف بعد مره شكلها الامامي قبل ما نفوت للداخل، مع اكيد الفوج لايتس اللي عندهم كورنرينج فانكشن يلي بيتحركوا اكيد مع السياره حتى تكون فيزيبيليتي وين ما كان وبحيالله كونديشن. داخل السياره كثير حلو يلي اكيد من هون بتشوفوا الكابن تبعها يلي كثير مريح. احنا بروما بعد شوي صغيره تنقدر نفوت على السياره، مع فينيساج خشب رائع، وكمان دائما عم نشوف بسيارات سيات من حيالها سنه تقريبا البادل شيفتنج اللي هو اكيد كبسات ورا الستيرنج ويل او ورا الفولان يلي اكيد بخلونا نوطي ونعلي الجير تبعها. كمان سبورت سيت تقريبا مريحين مع حدا بيكون في هاندل للايد وبنحط كومبارتمنت بقلبها. 7 سبيد مثل ما قلت لكم، مالتي ترونيك سيستم، كلايماترونيك سيستم للاي سي بخلينا اكيد نتحكم وين ما كان يكون في جود اير فلو بقلبها. هيك سمول ديتيلز كثير مهمين بقلبها مثل مثلا راديو سي دي ام بي 3 واوكزيليري للايباد حتى نكون اكيد عم نسمع الموسيقى مثلا او نتحكم بالكونتاكتس تبعنا من خلال الايباد. 8 سبيكرز بستيرنج كوماند كمان بنوطي بنعلي الصوت. وكمان 8 اير باجز، هذا اكيد شيء كثير مهم نقوله انه 2 لاترال، وفي كمان كيرتن اير باجز حتى تكون السياره سيف من كل المطارح. في كمان فولدنج وهيتد دور ميررز وسنترال لوك اكيد مع ريموت كوماند. ارم ريست مثل ما كنت عم بقول لكم حدنا. وفي فانكشن اسمها كومينج هوم فانكشن، كروز كنترول وان بورد كمبيوتر يلي بخلوها اكيد تكون سياره ذكيه بنفس الوقت كمان مريحه ولكجوريوس. مثل ما بتشوفوا اتس بزنس كار لاكزكتيفز، لاشخاص اكيد بحبوا يكونوا عم عندهم مشاوير طويله وكمان يكونوا مرتاحين بقلب السياره، وميبي كمان اكيد اذا بياخذوا شخص مثلا من المطار او شو من هون في عنده مطرح اكيد حطوا كل الامتعه اللي معهم اياها. رح نشوف اكيد نكفي نبرم السياره ونشوف شكلها لهالسياره يلي اكيد مثل ما قلت لكم 2.0 تي اس اي الانجن تبعها توربو تشارج انجن انجينيرنج، نحكي من ميله المانيا مع اكيد كل المزايا اللي بتجي مع من الباور وكمان مع الهاندلنج تبع السياره، يعني كيف عم نقدر نسوقها والتوني دو روت تبعيتها اللي اكيد كثير مهمه من خلال الانجينيرنج الالمانيه، وبنفس الوقت الستايل الاسباني اللي اكيد بيعطيها فليفر اكثر كشكل، بخلون هدول التو كومبوننتس مع بعض يكون في متعه بالسواقه. مثل ما قلت لكم فيها بارك اسيست مع الري سنسورز اللي بخلونا اكيد نعرف على قد وين عم نصف السياره، وكمان الدول اكزاست اللي من ورا بخلوا السياره تكون مرتاحه اكثر هي وعم بتنفس اذا فينا نقول الباور تبعها من خلال الاكزاست. السياره مثل ما قلت لكم شكلها ايروديناميك، شكلها شوي اجريسيف كمان بيعطيها شكل سبورت، وبنفس الوقت اتس لكجوريوس كار
اللي كنا عم نقول الفايف سيتس تبعها كمان من جوا كثير مريحين. اتس ا سيف كار مع الايت ايرباجز اللي موجودين. اي اس بي اي بي اس سيستم 7 ملتي ترونيك. هدول كلهم اكيد مزايا كثير مهمه من سيات. هلا السعر الخاص اللي رح لكم عنه هو بما انه السياره 2011 سعرها من 38500 عم تلاقوها عندنا باوتو فوكس بس 27500 دولار. اكيد فيكم تتصلوا على الارقام اللي عم تشوفوها على الشاشه وكمان تجوا تشوفوا السياره بمبنى الام تي في اللي موجوده معنا لحديت لمده 3 ايام. اكيد فيكم تجوا وتشوفوا السياره وتعرفوا اكثر عنها. 3 سنين وارنتي فول وارنتي او 100000 كيلومتر بتنقوا بين واتش ايفر كومز فيرست. السعر تبع هالسياره اول انكلودد يعني بتاخذوها بهالسعر وبتسوقوها على الطريق دغري مع تي في ا كل شيء مشمول وفي 24 ساعه ايمرجنسي سيرفيس بحال اكيد صار شيء بالسياره. كل هدول الاسعار وكمان الاوفرز فيكم تلاقوها كمان على wheelers.com.lb هذا الويب سايت اللي بخليكم تشوفوا سيارات brand new zero mile وكمان certified pre-owned cars من خلال الوكلاء تبع السيارات بلبنان. هذا كل شيء في لكم اياه على سيارة EXEO بتركون اكيد معها وبشكلها.